قليلة حود بنت سلوى القطريب بالغنى انه نعرف عنك اكثر، اسمك بعرف عنك، بس انت جاي من بيت عريق فنيا واجتماعيا، وانت بتمثل الشباب اليوم، معروفة بحيويتك ومعروفة بنبضك اذا فيني اقول الروبيل، انت انسيان جمهور وانا بعلم بجمهور، بفتخر انا بعلم بهالمدرسة اللي بيطلع منها دايما هيك عالم بيرفعوا اسم لبنان بالعالم، وبعرف انه كنت بضغوط يعني قد ما احكي عنك رح اقصر، كرمال هيك بدي اطلب منك توجهي رسالة صغيرة لهالشباب اللي اليوم عم بيفقدوا الامل شوي، نحن بالنهاية بسول عم نجرب نزرع الامل وعم نجرب نخلق صول روح جديدة لهالشباب، فانت از يونغ هيك جنريشن يعني شو فيكي، شو عندك شي تقولي بهالمناسبة؟ بدي اقول لك الشباب انه طبيعي نكون عم نمرق بحالة نفسية شوي متقلبة من وراء الوضع اللي عم نعيشه، بس دايما لازم يكون في امل، لانه اذا ما في امل ما في بكرة، فاذا فقدنا الامل اليوم يعني ما بيعود عنا اي طاقة تنكفي، نحن بحاجة نكفي، بحاجة انه نستمر حتى لو اضطرينا نفل تنرجع، ما يخافوا، انا مني ضد انه واحد يسافر تيحقق حاله، بس شرط انه يكون هدفه يرجع على بلده تيخده من البلد، فانا بقول لهم اذا حسيته لازم تفلوا فلوا بس لفترة قصيرة ورجعوا حاملين معكم باجاج تقدروا تخدموا في بلدكم، لانه بلدكم بحاجة لكم، اذا ما في دم جديد بهالبلد ما رح تقدر تستمر. مزبوط، انت عشت برا فترة وعشت بلبنان وحنينك للبنان رجعك للبنان.